أجرى رئيس الجمهورية حركة في سلك الأمناء العاميين للولايات، وجاءت التعيينات الجديدة كالتالي: عبد الوهاب مولاي أمينا عاما لولاية البيض، فوزيل ضويفي أمينا عاما لولاية إليزي، محمد عبد الزاوي أمينا عاما لولاية سعيدة، رشيد بوغارة أمينا عاما لولاية خنشلة، سليمان دابو أمينا عاما لولاية بجاية، كمال الدين كربوش أمينا عاما لولاية البليدة، الغالي عبد القادر الحجازي أمينا عاما لولاية عنابة، بدر الدين أوراو أمينا عاما لولاية تيارت، إدير دباب أمينا عاما لولاية الوادي، أبو بكر بوريش أمينا عاما لولاية غليزان، رشيد بن خزناجي أمينا عاما لولاية تاون راست، عبد الكريم بطيوي أمينا عاما لولاية المسيلة، سعيد أخرف أمينا عاما لولاية قسنطينة، محفوظ بن فليس أمينا عاما لولاية الطارف، عيسر عروة أمينا عاما لولاية تلمسان، العمري بوخيت أمينا عاما لولاية مستغانة.